السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هنشوف برنامج تصميم اسمه MVMAT. ده هيساعدك التقنية بتاعته على خلق ظروف معيشية مستدامة في بيئة دائمة التغير. هيساعدك في تصميم المبنى وان انت تظبط انواع السطح ومواد البناء. ونشوف التصميم التأثير بتاعه على البيئة هيبقى عامل ازاي. طيب هذا البرنامج ده الهيد كوارتر بتاعه. طيب هقول له انا عايز اظبط الداتا اند سيتنج. عندي هنا مثلا ده المانج بروجكت اند ورك سبيس. تقدر تضيف اكتر من ورك سبيس، كل عليك ان انت تقول له ان انت عايز تضيف كريت نيو ورك نيو بروجكت. هنا تحدد المكان اللي انت هتحط الفولدر فيه، يعني هنا مثلا ده محطوط اهوت في المصدر اللي هو سي يوزر معايز نيو بروجكت، تمام. وتقدر تعمل كريت نيو بروجكت وتحدد المكان بتاعك. طيب دلوقتي هقول له انا عايز الداتابيس مانجر. تقدر تيجي هنا في سيستم وتقول له انا عايز افتح مثلا الماتيريال او البرانت او البروفايل او الولز، اي واحدة فيهم تقدر تفتحهم. بتلاقي حاجة خاصة بالسيستم ودي حاجات ثابتة، تمام. خلينا نعمل سيلكت مثلا على الجلاسز، فبتلاقي في انواع موجودة، دي اللي جاية مع البرنامج جاهزة، تمام. ده الاسم بتاعها، ده السيكنس بتاعها. تقدر تيجي هنا تعدل في السيكنس لو انت حابب، تقدر تعدل مثلا في الريفليكشن، في كل الخصائص اللي انت عايز تعدلها، الهيت، تمام. طيب لو في حاجه معينه عايز ان انا اعدل فيها تعديلات جذريه واديها اسم تاني، فهتقول له كرييت يوزر كوبي. فنقدر نعمل منها نسخه تانيه، كرييت يوزر كوبي فروم ايتم، تمام. هتظهر عندنا في اليوزر ماتيريال اهي، بحيث تقدر تعدل ويبقى ليها اسم تاني وتالت ويبقى عندك المكتبه الخاصه بيه. طيب خلينا نشوف مثلا دي الماتيريال. ممكن تشوف البلانيت بالشكل دوت، هو عنده شوية نباتات موجودة اهمت. تقدر ان انت تعدل فيهم او ان انت يفضل ان انت تعمل يوزر بلانيت خاصة بيك. طيب دلوقتي اقول له مثلا الوولز اهو اليوزر سيستم اهوت، وليكن مثلا الستون اهوت، هعمل منه دوبليكيت. هيبدأ يظهر هنا. طيب هدوس عليه مرتين هيبدأ يظهر معايا بالشكل دوت. هو ايه الفكرة؟ الفكرة ان انا عندي متقسمة لتلات اجزاء، تمام. فممكن اسحب هنا مثلا اقول له ده هيبقى متر مثلا الجزء دوت، وهنا هيبقى مثلا ماسونري، وهنا هيبقى ستون. فتقدر ان انت تعدل، وتقدر تعدل كل واحدة فيهم السيكنس بتاعها قد ايه، وهو اوتوماتيك هيبدأ يحسب لك كل الحسابات الخاصة باليو فاليو وكل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها، هو يظبطها لك اوتوماتيك، تمام. من هنا نقدر نقسم الملفات اللي احنا شغالين عليها بالشكل دوت. والداتابيس ممكن تدخل هنا على المانج ورك سبيس، تقدر ان انت تعيد ترتيبهم، تقدر ان انت سايف الداتابيس بتاعتك ديت، تقدر سايف اليوزر داتابيس لوحدها، تقدر تعمل امبورت للداتا دي في الكليب بورد، تقدر ان انت تقفل الكليب بورد زي ما انت عايز. فدي الفكره ان انا اقدر ادير قاعده البيانات اللي موجوده في الانفيميتي.